التكبر والتجبر نقص في الإنسان، الإنسان المتكبر نقص فيه. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المتكبرون يوم القيامة عند الله كأمثال الذر، يعني مذمومون، لكنها بالنسبة لله صفة كمال، لأنه يحق له أن يتكبر، أهل للتكبر سبحانه وتعالى. لكن من كانت تقتله شرقة وتؤذيه بقة هل له الحق أن يتكبر؟ من كان كما يقولون خلق من نطفة مذرة، من نطفة مذرة، نطفة مني يمنى، من مني يمنى، وهو يحمل العذر في جسمه، كلنا نحمل العذر في أجسامنا، وإذا مات ولم يدفن صار جيفة قذرة، أهذا يحق له أن يتكبر؟ وذلك يقال للإنسان اعرف قدرك، من أنت؟ من تكون؟ من تكون؟ واعرف قدر الله. وإذا قال الله تبارك وما قدر الله حق قدره، ولو قدر الإنسان الله حق قدره سبحانه وتعالى لما عصاه، لما عصاه، لكن يغيب عنه هذا وقت المعصية الشهوة تغلبه فينسى عظمة الله تبارك وتعالى، ينسى ذلك. الذي يقدر الله حق قدره لا يتحاكم إلى غير الله من القوانين الوضعية وغيرها. من عرف الله حق قدره لا يدعو غير الله تبارك وتعالى. من عرف الله حق قدره لا يخاف غير الله تبارك وتعالى. من عرف الله حق قدره وثق بالله تبارك وتعالى واستعان به وتوكل عليه. لكن الذي نراه أن كثيرا من المسلمين اليوم فضلا عن الكفار ما عرفوا الله حق قدره، فعبدوا غيره وأطاعوا غيره وعصوه جهرة عيانا سبحانه وتعالى، إذا ما عرفوا الله حق قدره، ما عرفوا أن الله هو الجبار، أن الله هو الكبير، أنه المتكبر سبحانه وتعالى. فعلى المسلم حقيقة أن يتأمل هذا الأمر بين فترة وأخرى، والله المستعان.